وانت بتشتغلي في المطبخ يمكن تواجهك بعض المواقف هيك المزعجة، وانت مثلا بتكايلي العسل. فاليوم احنا عنا فكرة كتير بسيطة. عندي هاي كوب المكيال اللي دائما بنستعمله بفرشة صغيرة، بس امسحيه بشوية زيت بهالطريقة قبل ما تصبي فيه اي شيء. بعد هيك بصب فيه العسل حسب المكيال اللي انا او المقدار اللي بدي احدده، وببساطة لما بصبه على مكونات التانية بنزل العسل من غير ما يضل أي شيء في المكيال. هالطريقة بتنفع للعسل، بتنفع لللبن الخاثر، بتنفع للقطر، أي شيء له قوام سميك. وجربيها وإن شاء الله بتعجبك.